الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براخو شو يستكانم لدرس كتري طازة لدرس كاني شبهات حول التكفير ردانوي أو كومالا قمرايكا بيان دوتري كومالا تكفيريا كان كبقشتي سرجم كومالا مسلمان كان كافرا كان وك كافريان كردن شايستينا ودوزخيانا كان خواب من باريزة أو كلانا قيامتيكي ولا الدنيا شاخوانيان حلالا كان. يعني خطورتي أم منهجا خرابا أويكا كخلقان يكتكفير كريه مثلا كابرا كالي كومالغي مسلمانان أمرو أم كومالغي يا كومالغي كتر كبيباورن يعني لصانا وبينجي كافرن تولى قيامتها هم يعني خيتنا ودوزخوا ولا الدنيا شا خوانيا حلالك تكفير كردن أويا يعني خطورة كي لواعي ما ترسي كي لواعي بوي إما ردانينو وإما دو شبهة من ردا ولا دواني الرابر دوا هردو شبهة كلا نخوشية كوا سرك يشكا ويش نخوشي مظاهراته يعني يشك لنخوشية كان كا يشك لوشتاني لو قماناني كأواني خنناو دلي خلق وأويك أم مظاهرات وأم شتانا شتيكي الشرعية ودواجار تندو تيجي دروس تبيو روخان دنو باك خستنو كشتنو خوان رشتنو ترسو بيم لناو كومالغي مسلمان ودلي مسلمان أنا دروس تكن وردي دو شبه ما نايوا أم درسا ببشتيواني خواي قورو مهربان باسي شبهي سيهمكين هر لو مجالة هر لو مجالة شبهيك هي عليه المظاهرات من الوسائل المشروعة المظاهرات من الوسائل المشروعة للدعوة ولإنكار المنكر والوسائل ليست توقيفية أما قمانك أنا يجيك لقمانك أنا ويك علي مظاهرات خوب شاندان وسيليك لوسيلة مشروعة كان يعني درسته اشتكي شرعية أسائية وهروها مشروعة بو بانجا واسكردن يعني توبتواني يعني ديني خود بقيني توبتواني بيامي خود بقيني بخلطي كدا صلاة دار كأما بيامي منا كأما ما في منا ببميته وإنكاري منكريش طبعا هو كسيك خوب شاندانا كديارة منكري كبينيو ديارة شتي كبينيو كنا دروستا أمشتك أو بنا دروست يزاني أم إنكاري منكرا أم مظاهرات أبو أوي يعني شون بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هركس منكر كبني باب دستي لايبري أما ظاهرات أبو أوي أما قمانك يا وهروها أما وسيليك هو كاريك أم هو كارش توقيفي مية ليست توقيفية يعني وقف نكرة ولا سر شرع واتوكو قاعديك أصولي مية وكو عبادتي أجنية كالتوقيفي بيبي إلا دليل هاتبي لسري شتيكي آسائية طبيعية دليل نهات ولو كان مشروع به بوية تواني بيامي خود بقيني وزور طبيعي أو شتيك تو توي أو ما فيك أتوي بمرقية بيسني بوية ممدوح جابر لكتابك الثورة 25 من يناير رؤية الشرعية للا بريصة وبستو بينجالي هي من الوسائل التي ينظر فيها إلى المآلات قال أحمد فريد في كتابه بهمان شيوة خواطر حول أحداث 25 يناير وهي وسيلة لإلكان المنكرات في النظام والوسائل لإنكار المنكر ليست توقيفية دوق ساكني كان ويك سيري مآلك يكري مآل يعني عاقبتك يعني أم مظاهراتانا سيري كوتايك يكري ما دام كوتايك يعني توبتواني ما فيك خد بسني كواتشتكي طبيعية يعني حكمي عاقبك هي واروها أحمد فريد ليتشي أما وسيليك بو إنكاري كردني أوشت منكراني نخواز رواني كلنا نظام وحكومتها هي وهروها أم وسائلانش هيش كاتك توقيفينية يعني بلا يبي إلا
دلیلشی لسر هاتو و قاعدهی اصولی لسر هاتو نابی بیکی نه اشتیکی آسایی و بری فراوانه ایمش ردی ام قصیه که الله توقیفی نیه واته لناو شرع نیه لشش ری و ردی اینو با ازنی خواهی گوره ری کم اویه که اشتیک تو بلی مشروعه واته شرعیه اویه ابی خواه شرعان دبیتی واته خواه با مشروعی دانا بی بس تو نه توانی بلی بول ما پرسیاره کلیب کن درباری اشتیک کرینو فروشنیر بلی شرعیه الحمد لله يعني امشت شرعیه یا بلن شلقنا مزگوتا شرعیه نه دلیلت فيه بي بو لبروي المشروع ما شرعه الله مشروع شتي مشروع اويا كخوا شرعي كرد بي واتخوا تشريع كيدانا بي آياتي لسرهات بي خواي قورا فرمو بيتي لقرآن كي خوي وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يانا وتالي سر زماني في غنبرة صلى الله عليه وسلم دايلي كي لسرهات بي چونك هش ديرني كخوا في غنبرة صلى الله عليه وسلم باسيانا كرد بي ايو آياتي في روزكتان بيستوها اليوم أكملت لكم دينكم أمر دينكم بو كامل كردن دينك كامل ويك همش تجتيابه البيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد هركس عملك بكلام دين فرمان يميل السنبي الرد كريتوا كوات أم إيشا أبي ما دامتو علي أما مشروعة فرموا آياتك ما بري لما جالا فرموا ديك ما بري لزماني بيغمبر وصلى الله عليه وسلم بصحيحي بلامي ما زانين كان نلا قرآن نلا سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم دليل نلا سر مشروعية مظاهرات ما مستابوه نلا سريق ساكي لسري الروي لبريك يشكال لكم ملقي مسلمانان ولا مو سر دركا لا مظاهراتك وأم مشكلة جورانا دروز ولا ولاتانا كخواني زور رجين راو كنظام قلاب راو ككسي كترهات وكم ملقا كهم يتيك شو بجاره يعني سببك أوي بويا ونباس يكيد شو بهيش قرسامة بويا للقرآن للسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو أويك مظاهرات هو كارك ببو أويك إنكاري منكري بيبكي اشتكي ومان نية دليلك من نية لسري دليلك من نية كواتا أو شبهية كي بطالة ما دام تولي توقيفي نية كواتا مشروعة كواتا ما دام مشروعة دليلك من بري للشرعة كتعبير للقرآن والسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم يدسدناك كواتا دروزني وبدعي أويك دوها من شونا بويك تولي بونمنا أم مظاهراتنا وسيليك لو وسائلنا بو إنكار منكر طبعا أما دعويك ما ترسيدار وقرصة بوشي لبروي دروكر نبناوي خواو چونك إنكار منكر حميل شرع باسكرا ورسيلي مثلا مرتبة وحديثك كيستا بشكي من باسكر بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هركس منكرك بني باب دستي رديكاتو فمن لم يستطع فبلسانه او ينيتو اني بزماني فمن لم يستطع فبقلبه اي او ينيتو اني بدلي وذلك اضعف الايمان من لا واسترين باش تولي في غمصه بوشي امسيه مرتبه ايدانا يا زنان فرمون او كدست او كسيك د صلاته ايش حكومته تو كسد زيك دس يبري لا ايش حكومته دس يبري كس الزناك صدر لي لا ايش حكومته اميك اي زمانك بوكي بو كسيك علمي بيه تو يستبه انكاري لمنكر بكي لكاتي كان نازاني مسألة شيء تو بيك يا قليب وانا من اوشتد نادرست حرام اي باشا ام كسواوتي عادي بيان الدقايات يكن بري تو والي شي لوكاتا تو فرمودي يكن بري كواتا تو بي انكاري منكر ابي علمت بيه 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 جموشتي ابي علمت بيه بيه بلي آ وتكاك وكتيبك أبونا نقدر تو الدليل آياتك إيش حديثك إيش اللي برنامج بلي وراء وتها أو لفلان آية لفلان جمارة ولا فلان كتاب ولا فلان حديث لفلان أو دليل تفيه ببكردي كي زمان تبلغيت يابي أي ويكني تواني كسك خنواريني أو بابا دل فينا خوش به أمس يا مرتبة كدان راو كوات تو أجر بلي أما بو إنكاري منكر وسيلة كي مشروعة أما دعوة كي ما ترسيدارة شون كدروا كرنا بناوي خواو ودروا كردنا بدمي في غنبره وصلى الله عليه وسلم دروا كردنا بناوي خواوة ودروا كردنا بدم في غنبره وصلى الله عليه وسلم وأمجبر راسي ظلمي شي قوريه زور آيات جيوتان ليبوا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام كي لو الظالم تربيك دروا بناوي خواوة بك إتو كشتيق لي مشروع أو إنكاري منكر وشتيكي باشا كواتا أما بيخوا أمشتي مشروع كرد بيه چونك اليرو فرمي من هموشتك الدين لنا ودينك يا هموين بو باس كردون وهموين بو كامل كردون وأوش بيغمبر صلى الله عليه وسلم هموشتك الرون كردوتوا يبوت يا نبو كواتا ما دعويك قرصة
أوش الردانوي شبهك لبشي دو بشي سيام أويا كاتيك تولي أم مظاهراتانا بو إنكار منكر وسيليك مشروعة أما واقعينك تو أمش تدخستناو دينوا چونك مشروع أويا كلناو دينك أبيك أخوا بو إناردوين يعني تو هاتي داخلي ناو دينت كرت واتا زيادة نية لدينة لكاتك الدليل شد بينبو تو خستناو دينك وكا دينك كاملة وخواي قربي الرازية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة خواي قربي فرمي من رازم إسلام دين تنبي تو أما تخستناو إسلامه أماش چيا أماش قرصة بالراستي وعيدي قرصة يتو بي براكم بي وكو خوا چون شتيكي مشروع كردوا آواشت بو خلق مشروع كي زور خطرة يعني بو يسيركي علماني أهل السنة علماني سلفي ما مصطياني سلفي بون التأكيد لخطورة بدعو زيادة الرؤية لدينا كانوا لبر أو آيات بيروزية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله باسي چيكا باسي قاور رجولكا كأخوة يقول باسي مشركينكا أفرمي أخوة يقول أوان كومال خلقك كان دانا شريك كان هي خلقانك كان هي شرع لهم من الدين لناو دينك خويانا هاتن كيان كر وكو دينك هاتن شرعيان بو كردن وات الشرعيان بو دانا ما لم يأذن به الله لكاتك كخواي يقول إزني بينا ياو يا خواي إزني بينا ياوي كات توبيت شتيك دابني لدين بلي أمام مشروعيتي هي أما دروستيتي هي أما حرام هنا دروست أخواب من باريس أما بيت بدعاء بدعش خطورتك يا وأنك جورية حتى في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أو أنك جورية خواي جورا توبي لي قبولناك حديثك للجامع الصغير شيخ الباني وفرمي في غمرة صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها خواي جورا برديك يا وبصر توبي أو كسيك بدعة شيء حتى وازي ليهن خطرت وبلا يمشت ديني خواي بخيتنا ودينه أو خالصه وجهي سهم وجهي شوارم روي شوارم أويك توكبلي أما مظاهرات أنا مشروعة وشتيك الركو بيكو تشاكا أما تاندان لبيغمبر صلى الله عليه وسلم تاندان لصحابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبروي أوان شون يعني هاتن حكومتي أندروس كرت شون هاتن دولتي أندروس كرت أي بوبا مرقينا ينكرت باشوها معزيت وآزارة خوتر همو تانسيرتان خندوتو باشا كزي بقي في غمصا صلى الله عليه وسلم عاقل به كزني بقي في غمصا صلى الله عليه وسلم عاقل بوشي لبري خواي جورا فيري كردو شتيق نبوك خواي جورا فيري في غمبري نكا صلى الله عليه وسلم اغا داري نكاتو في غمبر صلى الله عليه وسلم جاري كان صحابه فرمن نجمانك الحديث كله صحيحين افرم في غمصا صلى الله عليه وسلم نعلكاني داكت يا مش كبيني من نعلكان من داك فرنسا فرمي او بون على كانت عندك انت والله تو ما بيني لن يوجك اي مش اوا ماكر فرمي او جبريل بوها وفرمين على كانت في سي جي بي او اه سيدي كبزان خاي غير دائما اجي لي بو اي لي نغرى واش تيك شي لبير بك عائشه رضي الله عنها بفرمي كنت افرك المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لما سال فقه كان خندوتان افرمي من لجلي في غمص صلى الله عليه وسلم منيم ابروانت يعني اوا نيجي كتب وهو يصلي من ماني بيوبو ام بروانت او دايل سوي كماني باكا تشكا اگر بيس بوايا خواي غربا هو جبريل هو اگا دار يا كرتكا جلكت بي سي جي بي او ما بس مان شيا تو بلي امام مشروع يعني تانا دا ولا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكات يا كاكا بوشي اهمالي امي كردو يعني بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو سني ما فكي خوي بو امينا كرد يعني يعني بمعنى كي تلك مشروع بوشي باسي نكر بو يما بوشي أمي كتم كرت يا مش خطرة ما تاندانا لبيغمبر صلى الله عليه وسلم تاندانا لصحابة بالرزكاني كتشون بو إنكاري منكر أمشت قرصة أمشت قوريان إهمال كردو بخلطي عن نوتو شون شتي وابه بو إلى كتاب اعتصام إمامي شاطبي رحمة إخوائي لبي فرمي لابن المادشون وفرمي جملة إمام مالك بو مالك كري أنسي أصبحي إمام مدينة كما مصطى إمام شافعي رحمة إخوائي لبي فرمي إمام مالك فرمي من ابتدع في الإسلام بدعة أم قول لبركن زور مهمة من ابتدع في الإسلام بدعة هركس الإسلام بدعيك دابين يعني زيادة رؤيك يعني بنشينين نبي نلا قرآن نلا حديث نلا إشي في غمصة نلا إشي الصحابة يراها حسنة من ابتدع بدعة يراها حسنة
بدعيك دروسكا بس بچاكي بزاني ها بلا بخواشتيكي چاك فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة أفرم يا إمام مالك أو يعني لا في أو إليا وأم كسا أو الله كبيغمبر صلى الله عليه وسلم خيانتي لنا لا كياندني بيامك يا كردو بو لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم شك أخوي قرأ فرمي أمر من دينكم بو كامل كردن باش أجر دين كامل بو في غمصة صلى أمي نجيان بو باسي نكرت بو إمام مالك فرمي رحمة إخوي لي بيه أو زمان حالي أو كسب زمان يشين الله خو استأجر تو كسك بدعية كاجر بيبل كاك أو بو بدعية كردو نالي اللي بروي ك أما في غمصة صم خيانتي كردو مش تيجي شاك نيجي عنو إهمالي كردو بو يماين أما الدروس تكين أنا وأم ديني أنا بري بيري نبوه وخيان واري نبوه وقرم بوه ها مثلا كم الله شتيك بلق كخوان الله هركز وابله بيك عفري به بس زمان حالك يوا الله يعني زمان حالي أو كسوا الله كوكوا في غمصة صم خيانتي كردو به لبري خوي قرر فرمي أمر من دينك أبو كامل كردو وإمام مالك فرمي رحمة إخوائي لبي فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا أجر اشتياق لزماني في غمصة صم دين نبوبي أمر نابي بدين تيجي براكم اشتياق لزماني في غمصة صم دين نبوبي أمر نابي بدين أو إمام مالك رحمة إخوائي لبي لا ابن الماجشون لي نقلك ولكتاب الاعتصام كلا أصول فقه إمام الشاطبي وسيوتي وكتبك قيم ومصدر براستي وهروها هر لي اعتصام على شوني كتير هر إمام مالك فرمي إمام الشاطبي لي نقلك من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها هر كسي لم أمتها سبحان الله يعني أمة عمري دريجة تايست 1400 عمريتي شتيك دابه يعني السلف كي لسرين أبو بيواتا بيشين كي كفي غمصة صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين وتابعي تابعين أو فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة أو لا في ويليا والزمان حالي لك في غمبر صلى الله عليه وسلم خيانة للرسالة كي أكردو أو آية بيروزة بس أبو الردان ويأوان اليوم أكملت لكم دينكم أمر من دينكم بو كامل كردن دينك كامل أو بو كفي غمبر صلى الله عليه وسلم قياندي لا حجة الوداع فرمي اللهم هل بلغت اللهم فاشهد خوايا او من قيانم خوايا توبة شايد قياندم توبة شايد وهروها او كسيك شرع بو خلق دابني براكم اخي فرقي هي تو بدعيك بس خود بيكي وبدعيك يشتو لو سرجادها فري او عالمها مشوينك بلا يلا ورا هموتان شوين من كون اما زور خطرة خوايا قرر القرآن فرمي ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة أبي جناحي هرها ميان بكاملي هالقرى للروج قيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وهروها جناحي أو كسانشك ببيع علم هاليا خلطانو جا تشنكس هي بهوي جماعتي تكفير وهلا خلطي تشنكس هي بهوي ما مصطي تكفير وهلا خلطي حرب زانا تكفير كان جمهوريا تشنزور كابرا لأوروبا كابرا لكردستان كابرا لهرشوينيا كسيركي بو لبرجنش حزي لحماسته إذا تو النفس حزم قصانا ناكا الله والله معقول يجني ما ها شيطانك قسو بوكا يا نفس قسو بوكا باب الله با آيات يشقين با حد يشكبو نفس تحزيلو يبلي آدي كاكا بوشينا آدي الراكا آدي دوامكا آدي بيكو جادي بيتقنرو نفسي عاطفي قنجتي حزب بوكا بلام ايبو في غمصة صلى الله عليه وسلم ايبو الصحابة كان وين نكرت ايبو ديني خواهنا فرمي بو يسيركي بالراستي أما آيات بيروزة سورة النحل آيات بيستوبينش أبي قناحي هرهم يان هل قرن بطواوي قناحي وكسانيك قمران كردون للروج قيامته ألا ساء ما يزيرون براستي براستي قناحي جي قورو خراب يان كردوه براستي شريكي خراب يان خسلوتنا وكومل قو خسلوتنا ومسلمانانا وبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة هركس يد بانقواس كابو قمراي من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه أو كسانيك الشوين يكمن لو قناحا بجدار لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا يقدنك لقناحي وان كمنا كاتب أو ان دخل ترى خواب من باريس وأفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم من أفتى بفتوى يا بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه هركس فتوى يبا بلان فتواك ثابت نبي واتجيجير نبي للشرعة جناحك إلى سر أو كسيك فتوايا ويعني شيء يعني جناحي أو كسر شالله قريك فتوى جيب وياه بويا خطرة تنبه لبشتي ميزك ولا بشتي موبايلك ولا بشتي كمبيوترك ودابني شيء برسيار اللي يبكنو بعرض يخو جواب بيتو بشتي وانية وابستو ما نخير غلط
أبي دليل تهبي أبو أمانة أجينا خطر خواب من بارزي وجه چوارم وجه بينجم خواي قورا أمر ببيغمبرك يكا صلى الله عليه وسلم كدعوة بكابو بيامكي أو بچي بحكمه بموعظة حسنة حكمة داناي موعظة حسنة يعني قصي باشا قصي باشا مفسرين فرمون الحكمة هي الكتاب والسنة حكمة بريتية للقرآن والسنة يعني كاتك أفرمي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة بس رغي بروردقاري خد بحكمة دعوة بك أم حكمة مفسرين فرمون قرآن والسنة يعني بقرآن وبالسنة أو حكمة واتو دانائية توبي لبانغ وازكتا فش بستي بقرآن والسنة وهروها موعظي حسنة بريتية لشي أو إيكا لقرآن هاتوا لو شتاني كخلقي وشيارك نوا لو رقيك بيغمبري لسربو صلى الله عليه وسلم لبدعو بانقواس لإنكاري منكر بلا مويك أمرو إيكن لما ظاهراتانا لما رجانيا أم خلقاني كأيكن طبعا أما نوت من إشي بيغمبري صلى الله عليه وسلم نإشي صحابي كرامة وهروها هيش حكمته موعظيك حسني تيانية براستي هيش حكمته موعظيك حسني تيانية أجينا من دواويك درسي الرابر دو درسي دوام ما انطواو كرت محاضري دوهم برايا قوتي هر لما زقوتا قوتي باشا يعني اي بشي داوي ما في خومانك شون داوي ما في خومانك من اجتموا داوا اكي كخوبي غنبركي صلى الله عليه وسلم بوان مشروع كردوي بوان شرع كردوي اي شون ام كسانا اقا داركين وام دا صلاة دارانا وأجداريك إنه كخوف يا غمبركي صلى الله عليه وسلم بويان مشروع كردوي. يا في غمبر صلى الله عليه وسلم شون فرميتي برو أمر بشاك ونهي لمنكر بكلاي حاكمك برر خلقي دواي خوخو بخيت السرجادة يان شون قبيلة شرع باسي نكذب يبا شرع باسي كردوه. يا غمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدي لها علانية ولكن ليخلو بها. أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هيش كسيق لإيوة أقر بيوي آموشقاري سلطانو دا صلاة داريك بكا باب علانية نبي لنا وخلق تو استا مسؤولي بيتا أم مزقوتا لنا وخلق كي أبلي قربان جناب آوا 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 أما شو نبي ولكن ليخلو بها نأبابا تانية أتوي آموشقاري بكي برو بتانية فإن قبلها فذاك بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم قبولي كرباشا وإلا فقد أدى الذي عليه أو إيكا لسليب وجب جي كردو يا كيه چه خلق يكا چه كبتواني قصبكا خلق يكا چه كبتواني علمي بيبه يا كم تازور يجب الراستي إما آقاما اللينية دا صلاة دارا كان آموشقاري أكرين ومناصحة أكرين إتر چن جب جيكا أو خوي وخواي خويتي بيني خوي وخواي خوي بو قيامتي خويتي تيجي برا خوشويستكم أو حقيقتك بو إبرا جان أويك مخالفي هدي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم أويك مخالفي طريقي صحابي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم لإنكار منكرة أو خطرة يعني براسي ترسي هي بكيت أنه آية بيروزيك آية صو بانزك لسورة النساء شنجالة دوبارة ما كروا لو أنا كاني بيرشو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير كسي برامبري لقل بيغمبرك صلى الله عليه وسلم لدعاه هدى كيبور رنبوك القرآن والسنة ويتبع غير سبيل المؤمنين وشون غير الري مسلمان كيك حديثك عرباض كري ساري الرنمان كردوك أوا أفرمي فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين داس قرن بالسنة منه في غمان صلى الله عليه وسلم أما هداك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة شوار خليفة رنموني كرا وعاقل جيرك أوش سنة يشتر أو السنة يك ما وش سنة يدو تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إخوائي قرأ فرمي أقر شوان غير الرقي مسلمان كوي للصحاب والتابعين وغير أوان نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير شوان يمي بشبيو خستوا يمي جو لبيركي وإيجين بدو زخ خواب من باريز تو دينيك الراس تو الدروس تو باك ورقو بيكت هيا علمائك الراسيخو دامزراوت هيا لكونو لطازة ألين أما مشروع نية يبو شوان ياناكوي بوشن هوا أرزي خودك بي بو مصدري تو خلقه أخي نبي مصدري ما خلق به
بلام لبری کا که عادی ور لگل لسر موضوعا با نه مشروعیش به چند کس لگل ما 50 نفر یالا بابر نه غلط و بیا گمان لی بل وانا وجه ششم کوتای ردانوی ام شبهه کبو انکار منکر توقیفین یو دلیل نهات ولا سری چون اروی برو یم الین او نو وسیله شرعی من هیک لقران و لسنت هاتون براستی كافية بو وسائلنا مشروع بدعيك يعني تو أو ندو وسيلة شرعيت هي لقرآن والسنة ولا سيلة بيغمبر صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تشيد دا ولو وسائلاني كداهين راون كافية بس بوت أو أن عبادة من هي لقرآن والسنة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بو يباس كردوني بو رن كردوني تو خواه قورة باسي كردوا چي ما ناو بچين لخو ما نيوش دابياني وانيا يعني شيء داوب شيء ببي حديثك ضعيف بالرأي لسر جور عبادتك في ويستد بيني أول الناس زور إنه جس سنة كان كبدليل صحيح تشسباون تو هر خواب كابود بكري يعني بتواني استقامة لسر يعني بكذا جزور باشي إنت شو في ويستكاب شيء لخوته وشتك دابيني كا نكراو ولا سر وسيليك بالرأي كمشروع نية وبدعيو نادرسته أو للشجر ووا يما الردي او شبهه ما نايوا كهرويه كان كافيه بو اويك او مسلمان وازيلي بينه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه اخويلي بقسكاني يما ازانين كهمي در جوهر لاقتضاء الصراط المستقيم رحمه اخويلي به قسي يعني حسك مو قسه همي باسكم شك زور مهم زور نكهر بو ام بابته بو همو بابته اسفادي ليك افرميت ابن تيميه رحمه اخويلي به فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره بخلاف من صرف نهمه وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. أفرمين رحمة إخوائي لبي إنسان قرهات لكرد وكان إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة أو كردواني كنا مشروع نادرس وات الشرع الريبين ياون هات في داويستي كان يخوي جيب جيكرت أو كاتا يتر أو نا رغبتي نامين يبو شتا مشروع كان شون كبو أو يك للشرع هاتوا بديلي شتا نا مشروع كان توتشن بي لنا مشروع كان بتشري أو ندلم لا ولا جي مشروع كات بالانس كات كما كاتو يان زياتر استابو نمونتو دو نفر لمالو همو رجا سطل ماسي بو بينا اشي مانغا كري مانغا بو چيه تو همو رجا سطل ماسي بو بينا يشتاني بي بمينتو بشي كي بماستاو يشتا هر بمينتو اي بو چي مانغا كري بو ماستو دو كي خود تو مليرا همو يودسا كوية چو ضرورة اي توش هاتي ام مشروعيته بون من تو قران دي فرمو دي عبادته هي الشرعي كاملته هي تو يي لبنا بي لنا مشروعك ابي كواتا وندي لنا مشروعك ابي امنا مشروعكات اللي يقري جيانت ابا وندي له مشروعك رغبتك كما بيته ابوي بون منا ولذا ابن تيميه فرمي تجد من اكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه أبيني كسيك جويلة نشيد إسلامي أقري وأوي كدليهن بيها دلي صالح بيه وشاق بيه أنا أشيد كان ها إيوا هاي دائما سماعي لجوياتي جويلة نشيد أقري جويلة سرودي إسلامي أقري بكردي أكي أو كاتا تنقص رغبته في سماع القرآن رغبتك كما بيتولى جو قرتني قرآن إيه ورا قرما قراني بيتشي درج تولو كسيك جويلة قراني أقري دائما جوله قرآنية قرية كجوله قرآنية قرية دروني مرتاحة أي كجوله قرآن قرية يكسر جاني ميرولا كان راحته بيت ضلي تنقه بيت الله بخوام ما صار جنوكم تيا نا جنوك تياني براكم خود فيرنا كردو تو يستا أو ضلي كبيه ويستا قرآني تيا بشي باشا تو هاتوي بقرآني برد كردو إيه أو ضلي كبيه ويستا قرآني تيا بشي تو هاتوي بنشيدك طبعا أنا شيدا كان يجاتون تيان لي كردو موسيقاي لقلا موانيا چندين جار يعني بروفيلا سركري هتا برهمي كي باش بيش كشكن كسرنجي خلق راب كش تيجي براكم بو الشيخ فرمي رحمتي خويلي بي
يتر أو كسر رغبتي كما بيتوب وجوجرتن للقرآن حتى ربما كرهه حتى زور جار حزنك جوي لي بقري على دا لايبا ونش وجنية قرآن ها بس قالوا يتربي برايزن يجلي باب مكبري جورج لي بزور سايب اللهو دي جي بدي جي ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج بيت الحرام في قلبي من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة هركس يك مثلا سفر زور بكابو أو شوين أنا مثلا هندي شوين بون من أما جوري فلان كسا أما فلان شوين زيارات أوانا استبون ما توشي بو عمره بي بس بوش شويني زيارات كان بروي أما فلان شاخة أما فلان أشكوتة أما فلان شوينة سيركي أونا واد لي تر يعني طاقتي عمره كردن النامينة طاقتي حجي مالي إخوان نامينة تو همو صالة دو جاربشي بو تركيا و بو إيران و بو فرنسا و بو سويد و بو أمانة يتر لكو يجي بو حجوانا لوي نفس التيركي لكو يتر لوي بو خوي رغبة النامينة بو أو ومن أدمن على أخذ الحكمة والأدب من كلام حكماء فارس والروم لا تبقى لحكمة الإسلام وآداب في قلبه ذاك الموقع هل كسيجيش بشي حكمة أدب وشيروك أواني حكماء كانوا دانا كان فارس والروم جوالي بقري وكاتيتر حكمة إسلام وآداب إسلام للضليا نامين يبو الشيوية كواتب زانة براك مها إيما هاتوين بزانة بديلي هل يكيق لمشت مشروعاتانا بوية يعني قوة مانية يعني مثلا كابرا بوشي لقل خيزانة كي خوي باجنية لبريك هاتوين لوسائلنا مشروع لقل آفرتي تراية كسي تر مثلا سيركي كاسبي حلال رازي نابي بكم بلا ما تشي لولا وبكاسبي حرام بوية تشري تر تازا نايا توسر كاسبي حلالك الله بابا بخوا أمرين لبرسا بوشي سيركي بدائي لكان هاتون بنا مشروعي بد يعني شونة شوني مشروع كانوا أميش بهمان شيء وإما يعني الشيخ الإسلام رحمة خوالي بأيوه أو ما مبي بلا بو همو مجال كان الدين دين داري وعبادتي تو وسائلي مشروع بكار بينا أجر وسائلي مشروع بكارنيني أو كاتسير كي كنا مشروع بكارنا بأندازي أو إتر يان زياتر رغبة تنامين بو وسيلة مشروع كان تو بيب شي خوبي شاندان كي لكي جوالي بيغم صلى الله عليه وسلم أقري كابل هركسي که به فرمی هر کسی وصیت یکی هبو آموزگاری یکی هبو با سلطان و دسالات داری باب چه با نهیانی پی بله لکه چه بو اگری چه خو کار درگام لی نکنه چه تو بوچی که که او کسب نیا رک درگای لیه کنن قابل هر درگای لکسی نکنن درگای ارکرا و ابره پاشان فرمی ولی هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم پاشان شیخ اسلام ابن تیمیه رحمتی خوایل به حدیث که این فرمی مبتدع قوم بدعه الا نزع الله عنهم من السنه مثلها لمستديم احمد اتوا هیچ قومی نیه که بدعه بکن الا هاوشیوی او خوای گره سنه دل دیانا کات درو هاوشیوی او خوای گره سنه دل دیانا کات درو رحمو بدعه کام رسیرک همو بدعه کام رسیرک کابرا که بدعه یگناکا هاوشیوی او خوای گره سنه دل دیک دوت درو أو عقوبة كيتي خواب من بارزي وعذاب كيتي وهذا الأمر يجده من نفسه من نفسه من نظر في حالتي في حاله من العلماء والعباد والأمراء والعامة وغيرهم ولهذا عظمت الشريعة النكيرة على من أحدث البدع وكرهتها لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا بل لا بد أن يوجب له فساد منه نقص منفعة الشريعة في حقه إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه أما لإقتضاء الصراط المستقيم ما بس أويك توسير كي سيري حالي أو عالمانا كي سيري حالي أو عباد أوانيك عبادتك أوانيك دصلاتك يعني خلقي عامة بقشتي سيري كي شريعة إخوة زور بقرسي إنكاري لبدعاك وتحزيري ليكردو وبغزان دويتي تيجي وبغزان دويتي چونك انسان اگر بدعنك سلامته او انسان اگر بدعنك سلامته خواهي قرر قد محاسبه ناك على سرويك بوچي فلان شتت نكرت يا فلان شتت كرت لكاتك شرع خوا دليل لسر هي ناوه يعني هي ناوه لسر چي محاسبه دك على سر شتك تو كردبيتت وكو دين دليلي لسر نهاتبه بس ويك دليلي لسر هاتوا أو محاسبة ناك على سري بلكو أجر بعداش البونس تقريبا بختيك قصك إلا ما ودرتش أو شج وجه بوك
شيخ إسلام ابن تيمية رحمة خالي بقسكي من بوجه ششم لا بوك وتايبينا وبشرش رو إما تواني من ردي أو شبهي بين وكا براسي وسيليكي مشروعني مظاهرات وإنسان نابع شون قصي أو تكفيدي أنا بكوي لبرويك زور زرري لكم ألقي مسلمانا ناو شتيكي ترباس بكم الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى شيخي معاصر رحمة خالي بيونا نابع وفاتي كردوه كان قصيك باسك هذا زور بقوته أو يشهر ببختيك لخزمتنا باس بكين إن وسائل الدعوة التوقيفية أفرمي وسائل كان الدعوة أو هو كاراني كتوب بانقوازي ديني بيبكي التوقيفية واتابع بالدليل به وقف لسر دليل لا يحل لأحد أن يشرع فيها ما لم يأذن به الله نابتو الشرعي كتيا دروسكي شتيك دابيني تيا لكاتيك كخواي قرأ إذني بينا ياو وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أويش أويك في غنبر صلى الله عليه وسلم والصحابة بالرزكان لسريبون واتما دام أوان ريان بينا يابي توجنابي بيكي كواتا وسائلي دعوة توقيفية أويك في غنبر صلى الله عليه وسلم والصحابة لسريبون أي أويك أوان لسرينبون ممنوع ونابي بيكي وهذا هو قول الحق الذي شهدت به النصوص أما أو قول حقيك النص كان هم يداوايك وقام عليه عمل السلف الصالح سلف صالح إيما لسريبوا أجمع رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والحجة في ذلك مبنية على المقدمات التالية بلغشمان بو أويك وسائل دعوة توقيفية وأبي بدليل به وأبي أوبيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم والصحابة بالرزا كان لسريبون أمشن مقدمية مقدمية كم أويا خواهي قرى الدينك كامل كردوا إن الله عز وجل أكمل الدين وأتم نعمته على عباده خواهي قرى الدينك كامل كردوا نعمتك كان هم بعبادتك كان باس كردوا خواهي قرى فرمي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أمر من دينكم بكامل كردن ونعمتك كان خم بطاو كردن والرازيشم كردن بويك إسلام دين تان به لسورة المائدة آية السي إمام مالك فرمي هرك سلم أمته بدعيك دروز بك سلف يم أمتي لسر نبي أو لا في أوي لياوة زمان حالي عليك في غنبر صلى الله عليه وسلم خيانتي للرسالة كيا كردو كواتم مقدمية كم أوي خواهي قرد ديني كامل كردو وطواوي كردو إتر هش بيوزنا كتو بشيشتيك بيني تناو أم دينا كامل الله أوي كتوي هني نقصان شكا أقر نقصان نبي خواهي قردنا أم كامل الله يباس يكرد أو مقدمية كم مقدمي دوهم أن الله تعالى أوجب طاعة الرسول وعلق سعادة العبد بها ونهى عن معصيته ورتب شقاوة العبد عليها خواهي قولا واجبي كردوه كيما جرالي بيغمبر بكين صلى الله عليه وسلم وبختوري إنساني بم جرالي وبستوتو ونهي كردوه إيما السربية شي بيغمبر بكين صلى الله عليه وسلم وهر وهر فرميتي سركيشي وقربسري وشقاوة إنسان لوويك إنسان سربية شي بيغمبر بك صلى الله عليه وسلم خواهي قرأ القرآن فرمي ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم هر كسي جرى علي خواهي بيغمبر كيبك براستي أو لو كسانيك خواهي نعمتي خواهي بسرى رشتون كينو كساني خواهي قرأ نعمتي خواهي بسرى رشتون من النبيين لبيغمبران والصديقين رازقو كان والشهداء شهيد كان والصالحين فياو شا كان أم شوار كسا أو شوار كسا نعمت يعني نعمتي خواهي قرأ بسرى أم شوار يا رجاو كتل القرآن لسورة فاتحة لأن يجكان كالي صراط الذين أنعمت عليهم ريوك سانمان بيبل إخوائك بشان بكر نعمتي إخوتي بسر رشتون أوي يعني إنسان أجر هات لسر رجيب بيغمبر صلى الله عليه وسلم روي أو كسيك بالرأس إخوان نعمتي إخوي بسر رشتون وكسيك للروج قيامة لقلب بيغمبران لقلب راس جويان لقلب شهيد كان لقلب يوتشا كان إخوائي قرر فلمي وحسن أولئك الرفيق بالرأس الرفيقاتي وأنا جوان أولى سورة النساء آية الشستون وخا يقول فرمي لسورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هركس عصيان إخواو بيغمبر كيبكا أو أن أقري جهنم يبوها يوهتا هتا هتا يامين انتو كواتا أما مقدمي دوهما بأقال لي يعني تو واجب كرا ولا سرت كجور علي بيغمبر كي صلى الله عليه وسلم بختوري تو لوايا بختوري تو لوايا يعني يمشي شون رجاي غرب بكوي شون رجاي ماركسولينين بكوي مقدمي سهام ويا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل خير ونهى عن كل شر وأحل الطيبات وحرم الخبائث بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمر بها مخير وشاكية كردو هردو أنا كبسريك وأخواني
پیغمبر صلی الله علیه و سلم امری به همو خیر کردو یعنی وی خیر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم امری پی کردو است چن مهمه مقدماتانا جوان ضبط یبکن ان شاء الله کوردی کی ضبط کن پیغمبر صلی الله علیه و سلم امری به همو خیر کردو و نهی له همو شر کردو و همو شته کی باشی حلال کردو و همو شته کی خرابی حرام کردو او مقدمه سهم سيري خواهي قرأت شون وصفيك خواهي قرأت شون وصفي بيغم صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف اوي تشاك بأمري بيه كردون اي امشتا تشاك بالا تشاك اي بو بيغم صلى الله عليه وسلم كردون اگر تشاك بو امرينا كردون اها كابراي يهودي هات وتي قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء وتي السيرة بيغم بركتان حموشتكي بيودون حتى فيري كردون شون مشن بو سرقاو خراءة يعني سرقاو كردن ام امر گوریا چون پیغمبر صلی الله علیه و آله اگه خیر بوای باسی نه کرد و تخوای گره فرمی ی امرهم بالمعروف او چاگ به امر یان بیگ و ینهاهم عن المنکر او شی خراب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیه نهی لیکا الله میکن قد غی خراب و یحل لهم الطیبات خوای گره فرمی محمد چیان بوکا او یک پاکا بو یان حلالکا بر ما استاو بخورو پاکا بس جگره مخوره و امالین مخو بس خوی به عربی الله شرب میخوره و لبروی پیسه بانی دمدیه دوکاله دوکال چون نخوری حیش کسی حتی حیواناتش دوکال نخور خطر بوی اوه و یحیلو لهم الطیبات شتا پاکه کانی بو حلال کردو برو ماستاو بخوره برو شربت بخوره و بلام عرق مخوره و چکا حرامه چکا پیسه نکبره که ویلن یجربه بس منو نیم ويحرم عليهم الخبائث واوشي بيز بلي حرام كردوي اوشي كبيز بلي حرام كردوي اذا براس بيسا لي حرام كردوي نابي بخويت خوين بيسا لي حرام كردوي نابي بخويت ويضع عنهم اصرهم هاتشي نار راحت يلا سري هل قرتو والاغلال التي كانت عليهم او كوتو سنجريكا لسريان بو يعني كابرازو بهمو عقلك والسجدي بو بتيكي بشو كبرت یا سجده بو زلامی کبرت مترونی و یا مترو هشتایک یا دو متر وانیا سجده بو برد بس پیغمبر صلی الله علیه و آله هات او کو تو زنجیری لسر خلقی لا بروتی باب خلق کی شایسته یوی تو بی پرستی یان کبره مثلا بر راکشان و مردو بس از قانه کانی ما کی شایسته یوی بی پرستی ورا او خوای پرسته ک نامری فالذین آمنوا به او کسانی ایمان یان به پیغمبر یان او خوای ګور فرمی وعزروه ونصروه سريان خستو ريزيان ليكت وتقديريان كرو واتبع النور الذي انزل معه شنو نورك روناك يكوتون كلقال يا دابزي واولئك هم المفلحون او مفلحه كان كواتا او سركوت وكان بو لم مقدم السهما بزان الخير يغني في غمصاص الامر في انا كردبي والشر كيجني انه لي انا كردبي وشتيغني باغ بيو حلال انا كردبي وشتيغني كبيس بيو حرام انا كردبي اول كواتو ايات في روزل سوره الاعراف ايات صوب نجاح وخوي جرا فرمي وانك لتهدي الى صراط مستقيم اي محمد براسيتو رنموني خلقك يبو صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور لسوره الشورى ايات 50 و 55 يعني سيركي لم مقدمه يا شيخ فرمي رحمه اخوي لبي هيش تي ما وتوك في غمص اصلا باسي نكر دبي ان جاكواتي تتوبو شي اتشي بوشتيكا هیچ ضرورتی کیتیانی هیچ پیوستیاتی کیتیانی بلکو بهیلاکی شاعچی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم ترکتکم علی البيضاء لیلها کنهارها یعنی بروی کی سپی به برنامه کی سپی لنا او ایوا بجمیش تو شوقی و کروشکی و سبحان الله ام دین اوا اشتین اشتین تیانی معقد و نزان را و خرافیات و همشتکان رونو اشکرا و جوان و کروش روناگوا شتيغنيه مثلا تورون نبي باسيكي لنا وخلقا بون ايات يعني تورون نبي باسيكي حديث يعني تورون نبي باسيكي هم اشتي جوانو ركوبيك هم اشتي جوانو ادبي جوانو غوري اوانا شايستي اويك تو باسيك شايستي اويك تو باسيك براستي او او مقدمه يش الشيخ عبد السلام او اش توابو الشيخ بن باز رحمة إخوائي اللي بل معاصرين برسياري ليكن هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا في سبيل الله
آية أو مظاهرة تبيا وأفرتان كأكريا لصدي حكامه دصلاة دار كان آية وسيلك لوسائل كان دعوة وآية وكسيك اللي أمري آية شهيدة شيخ رحمتي خوي لي بالكوي لمجموعة فتاوى مقالات كان خوي لمجلدي هش دابريد وصوت لوبينج ككوكرا وتوا لو جوابك يفرمي لا أرى المظاهرات النسائية والرجال من العلاج وباس ما كرم قوله أما علاج نية ولكن من أسباب الفتن سبب الفتنة ومن أسباب الشرور شر دروستك هتاك وتاي وأوكسش هيت شهيدني كلو هنا لو حالتها يعني ناتواني وشهيد أو حكمي وشهيد بيتي بلي شوتنا وبهشتوا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة خويلي بهروا فرمي الشيخ صالح هروا فرمي الشيخ صالح فوزان الشيخ الباني رحمة خويلي بفرمي هذه التظاهرات الأوروبية ثم التقليدية من المسلمين ليست وسيلة شرعية لإصلاح الحكم أما مظاهرات أوروبية تقليدية للآن لغرب وهات وهيش شرعية كتانية الشيخ ربيع عليه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ماوى عليه آية هل الخروج في المظاهرات والقيام بالثورات وتربية الشباب عليها من منهج أهل السنة والجماعة أم لا آية منهج أهل السنة جماعيان سواء داخل بلاد الإسلامية وخارجها لنا ولاة مسلمانا نعمل الدروة به نصيحة تنشيبه أما الشيخ ربيع تشي الله هذه من منهج ماركس ولينين وأمثاله منهج ماركس ولينين أما كيف منهج مسلمانا ليس من مناهج الإسلام الثورية منهج مسلمانا نية بو أويك بو جهاد أو وسفك الدماء والفتن والمشاكل ماذا ماركس ولينين خوان رشتن وفتن ومشكلة نانا وماذا بماركس ولينين يعني بزانا يعني ماركس ولينين لأني أقر لا بردم أويك لبيناو أويك يما بيامي خومان بقيانين ويشك لقسكان يعني آمادين دول سرسي همو سرزوي لناو برين بس بيامي خومان بقى بس بيامك خومان بقى كلا إله والحياة مادة خواني وجيانش لمادة دروس بو حتى كوتاي ترشي الربيع أو قصية كامل لمجموع كتب ورسائل وفتاوى كاني خويا بهمان شولوية بس كراوة يعني بو يبرا خوش شو يستكانم أما شبهيش قرصة وخطرة براستي كتوقسان لقلاك يلي كاك أما وسيليكي مشروع أو بو دعوية وبو إنكاري منكر توش آوى أبي رديان بيتو أما همو آية أو حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو قول علماء لكون إمام مالك أو قول ابن تيمية رحمة خويلة به لصالي شصاقان يجري جياو أو قول علماء معاصر رحمة خوان لبه أواني كوفاتيان كردوا وأوانشي كماون خوابيان بارزي وكو شيخ فوزان وكو شيخ ربيع استباسمان كردن هل يتشق لمانا هيج مجالك نما وتوبو كسيك بلا أمانة مشروع يك عالم تيدي أمناك براستي مفكر زورة كوقساناك وكو باسمان كرت لسرتاي درسك يا ولام آية هيج علماء كان لقلا هيج علماء كان لقلني شو بهي شو هرمش باسك إن شاء الله كما وكو تعيب درسك معني الشبهة الرابعة شبهة شوارم الحاكم هو الذي أذن بالمظاهرات وقال بمشروعيتها الله شيء الله حاكم يعني ده صلاة دار باشا كاكا يوات نالن أما بخروج وناز أنا بشيء وأنا باس ما نكرت إيه باشا خو ما هر حاكم كخوي إذنيه ومن قائم قام خوي الله بشن مظاهرة بكن وأول تويتي دروستا قيناك بشن مشكلة نية إجازة بورقرتو ممدوح جابر الوقت يبيك خير ما أنا يقدوجا ثورة 25 من يناير رؤية الشرعية الله وقد أقر النظام بأنها مشروعة وسلمية فلا يمكن لأحد أن يزايد عليها نظامك أخوي الله مشروع أما أشتكي أشتي خوازاني بوي تنابي يعني زيادة ريبكي فيدعي أنها خروج غير مشروع بلي والله ما درتشوني كنا مشروع أنا بشتي وابلي تلك دعوة لا يسمع لها أما أشتيك دعويك جيب ونعجيره لكن القوم ملكيون أكثر من الملك بلا ما نزيات الملكين يعني تابعي ملكا زياتر لا ملكك اخوي لا باشاك اخوي محمد عبد المقصود الحاكم هو الذي اذن بالمظاهرات وفقا للمواثيق الدوليه حاكم خوي الريبياوا مصطفى عدوي بهمان شيوا مصطفى عدوي امش استماوا وزور جار لكنالي الرحمه وغيري او درتشي الله ان هذا لا يصف بانه خروج على الحاكم اما نابي والله ما خروج للحاكم
الله أن الحاكم رخص لهم في ذلك ودساتيرهم رخصت لهم في ذلك دستور كان ينخوي إسني بما ياويتر خروجي سيوشتيش إما جالين رد لسلم شبهية كحاكم خوي إذنيا وخوي وديوتي مشروع شرعية لدور رواوية رؤية كم أوايا إما وتمان شرعي خوا كتعبير لقرآن للسنة لمذهبي صحابه تابعين وزانايا وتمان فتوى درا وبوي كمشتكي مشروع مظاهرات وعلماء الراسخ أو عنيك الدامز راون نقوي هالرجل سرعيبه مفكري باسي مفكر ناكل فلا يعارض ذلك بأن الحاكم أقر بمشروعيتها وأذن بها توبق صيحة كم ناتواني أمشت مشروع بكيتو يعني كاتيا كتو اشتكتنا مشروع بي هر كسيك بيد بلي حاكم بيد بلي باوكت بيد بلي دايكت بيد بلي بلي بيكا تو نابي بيكا إلا برينا مشروعة إما چند درس باسي چيكين إما چوار درس شش درس إما باسي أواكين كأمنا مشروعة اگر حاكم يجر ريب يبا باشا آيا اشتي حاكم ريب يبا أبيت مشروعيتي آيا اويك لولاتي مسلمانان ريب يدرا ورسمياتي بورجرا وإجازة هي آيا لروي شرع وهمي شرعية نخير همي شرعينية اتو چي ورقري اويك شرعية ور يقري اويك شرعينية ور ناقري مقا بزور بيو بكن چكا بزور بيان كردي او كاتا قناحد نية او كاتا قناحد نية بالي وأزانيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طاعتي كسيق ناكري مخلوقي كخوا ناكري لشتيكا كخالقة كت كخوايا سرفيتي أوكي يعني تو جرالي هيش كسيق ناكي ما دام أو جراليا سرفيتي خوايتي أبي نابي بيكي دروزنية بوی برای خوشویست کنم، اما روی یکم. روی دو هم یعنی ویا حاکم، ان الحاکم الذي اذن بها في اول الامر هو نفسه الذي منع منها بعد ذلك. هر او حاکم که اذن ابوی که ام مظاهرات آن بکری، باشه هر دوای خوی قدغی ناک. ابو چی اذن کی ورگرند، بو منع کی ورناگرند. إما زانين ك حمو أو مظاهرات أنا لك وتأيي من عكري شو كإلا تموتيجي لبوتو أتو كواين باشا إذنك يورقري خد وعي من عكاي ومن عكاي ورناقري أي بوكا ومن عكاي على بس كاك الطواب يا دنبا بونمونا كاك اشتكدنا خوش كرت ريكت قوري أي بوتو توش يكسر تموتيجي كأنو يعني بوخياني خلق الرجي هتاك وتأيي بويل هردو الروكوا شتيكي نامشروع ونارواية يقصي الشيخ عثيمين وكوتاي برسالة الشيخ عثيمين كري رحمة إخوائي لبي إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله أقر حاكمك حكمي بغير إخواكرت ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية بخلكي كيوتكاك بشن مظاهريك بكن مع ضوابط يضعها الحاكم بلان ببي أم ضوابطانا ببي أم ريكارانا أبيلي ردرنشن لو درنشن ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل أم جماعة تجد سر أويك حاكمك بويدانا ونأرون وألن نحن ما عارضنا الحاكم ونعمل هذا بإذن الحاكم أو معارضي حكام ناكن درجان ناوسينا وببي أويك خوي إذني بيعين ببلا سروا إذنارين هل يجوز هذا شرعا مع مخالفة النص آية أما الشرعية في شيخ عثيمين أما الشرعية فأجاب رحمه الله عليكم يا عليهم باتباع السلف توب شون سلف كبير إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير أجر من لا سلف هبو أو شأك وإن لم يكن موجودا فهو الشر أجر نجب للا سلف كوات الشر شيخ عثيمين فرمي ولا شك أن المظاهرات شر قماني شينية كمظاهرات شر لأنها تؤدي إلى الفوضى شك فوضى دروس تبيه لا من المتظاهرين ولا من الآخرين وربما يحصل فيها اعتداء حتى زرجر تعدى كردن دروس تبيه إما على الأعراض أو الأموال يعني وتاء الشرف تعداي الشرف تعداي مال وإما على الأبدان تعدى كردن لدرون لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران شو كان إنسان كأتشته وشونانا وتورابة تورجب وشي وايا وكسر خوش وايا لا يدري ما يقول ولا ما يفعل هل نازل شي يلي حتى تيايتي لا هنا للرشتي مرواري أو على أدين سجاد يلا وقت خوي مظاهرة كراوة
لنا مظاهراتك هاي كيك هتافي كيشاوت يوتي الديمقراطية والسلام يعني ديمقراطية آشتي داوي أوان كردو خلقش دواء وتوانتو خلقي داوان جزان ديمقراطية والسلام عربي نازان أو الديمقراطية والسلام خلقي قوتوانا دو مترقو سيزلام هل بالراستي أما حقيقة خلقي جرنو فلاني كري فلان بو جرامو إخوان نازاني مسألة چية بو إبراخو شو استكم خلق كأچتو شوناناوكو سرخوشي ليه چي بلي إليتو چي بلي إليتو وشيب كي أويشكا تو گنجي چي فقير بيت أوي الله عدي بوشنا دي اللي بادي أما واي كردو واي كردو يا قناحا كاكا و گنجي نازاني تو اللي بيت تور ربون وعاطفة يجولاني تو قوريت شو أنا ببوشي ويب كي بران بربا خلق بو يا الشيخ فرمين رحمة إخوائي لبي لا أدري ما يقول ولا ما يفعل نازاني چي الله چي كأمسر خوشا فالمظاهرات كلها شر هم شر سواء أذن الحاكم أو لم يأذن يتر حاكم إذن بيانية ممنوع له إسلامانية أما لقاءات الباب المفتوح هي الشيخ عثيمين رحمة إخوائي لبك لدى مجلد كوكرا وتوى لشريط الرقم صوح حفتاونه وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وأحسن إليكم إخوائي رموا فقط هم كابو هم شاكيك.